أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة شيخنا وأستاذنا أحمد المنيني. مرحبا فضيلة الشيخ. شكرا. مرحبا. ما زلنا نواصل في أحكام البيع. تناولنا في الحلقة الماضية مقدمة عامة عن البيع والشراء، وأن كل واحد منهما يطلق على الآخر فإنهما من المتضادات. وتعرضنا كذلك لشروط البائع والمشتري والثمن والمثمن. في هذه الحلقة نستعرض العلل المتعلقة بالبيع من حيث الصحة والفساد. فضيلة الشيخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. كما قدمتم أيها الشيخ سلموا، في الحلقة الماضية عرفنا البيع وتم التعرض لأركانه وشروطه، والليلة كما قدمتم في بيان أوجه فساد العقود الفاسدة وما يتعلق بذلك. لا شك أن العقد إذا كان صحيحا بتوفر أركانه وشروطه تنسحب عليه أثر الصحة. فمن اشترى مثلا سيارة شراء صحيحا أصبح بإمكانه أن يبيعها، أن يستغلها، أن يهبها، لأنها انسحبت عليها آثار الصحة. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع المستكمل للشروط والأركان، لأن آثار الصحة هنا انسحبت على ذلك العقد. نقول في العقود عقود صحيحة، وفي العبادة نقول عبادة مجزئة. نعم. بينما تنسحب آثار الفساد على العقد إذا كان فاسدا نقول العقد فاسد. معناها البيع اللي أركانها ما تمت أو شروطها ما تمت لا ينسحب عليها آثار البيع. لا ينسحب عليها آثار البيع. حقا. لا، بيع فاسدة. فاسدة. نعم. تنسحب عليها آثار الفساد. ومن الأحكام الوضعية نقول الصحة والفساد. الصحة. نعم. موافقة للوجهين الشرع، والفساد ضدها. نعم. الصحة في اللغة قال هو قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صيحة العيون وعورها. معناها عين صحيحة. حتى ملي هنا عقد صحيح. نعم. بينما الفساد هو فساد العقدي. يرجع الفساد إلى أحد أمور ثلاثة: الجهالة، الربا، الغرر. ولهذا في عقود فاسدة منهي عنها. خليل قال فيها قال: وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه. مثلنا بالحيوان بلحم جنسه لأنه صلى الله عليه وسلم قال، أنا بعض الحديث صحيح، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. قال مالك لحم جنسه، ما هو اللحم كامل. معناها الحيوان بلحم جنسه هو هو الممنوع. نعم. ولا نشوفه عن الحيوان بلحم غير جنسه ما منوع بيعه. مثلا اللحوم عندنا أقسامها أربعة، فهم ذبائح الأربعة كاملين صنف واحد، الوحوش والأنعام صنف واحد، ذبائح الأربعة قالها. نعم. الأسماك صنف واحد، الجراد صنف واحد، والطيور صنف رابع. هذو أربعة أصناف. اتفاقنا ثلاثة به اللي بعض الفقهاء ألحق الطيور بالجراد وعدوا صنف واحد. هاي الأصناف مهم معرفة، لأنها باختلافها يقع التفاضل في البيع يدا بيد، وفي اتحاد الجنسي يحرم التفاضل. مثلا ما قد نبيعه معه 5 كيلو منه ب6 كيلوات، به اللي هذا فيه تفاضل، به اللي هذا جنس واحد. نعم. غير قد نبيعه زقيبة من معه بزقيبتين من القمح. من القمح. نعم. القمح.
لأن مختلفين. النص قال كحب وشعير وسلت وهي جنس. وهي جنس نعم. ودخنين وعلسين وذراتين ورزين وهي أجناس. أنا هذه أجناس مختلفة قد حد بيها حياة بيدنا غير تعود كأنها يسوى فيها التفاؤل. يسوى فيها التفاؤل. بينما ذاك جنس واحد. واحد لا بد يعود. لا بد من. يعود متقاد. الحديثي البر بالبر. والشعير. والتمر بالتمر. والشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر. اختلفت الأجناس بعد ربيع وما شفت. حق بقى. الحديث هاك وعقابه عن حالة اختلافه. عنا نبيع كما شئنا اذا كان يدا بيد. كان يدا بيد. معناها لابد من المناجزه يدا بيد. حالا. هذه اللحوم يقول فيها بعض فقهانا واختلفت ائمه اماجد فالشافعي يقول لحم جنس واحد، الشافعي عند الحنفي كامل. ولابي حنيفه اصناف عنده اصناف مختلفات الجنس لا تضاف وعندنا اللحم على اصناف اذا لا يتم عليه ما خلاف، احنا عندنا الاصناف ما فيها خلاف غير الرابع. واللي في خلاف عليهم هم أربعة، ثلاثة اتفاقا وأربعة قيل عنهم أربعة. نعم. هاي الأصناف ما نقدر نبيعه حيوان بلحم جنسي. بلحم جنسي. ما نقدر نبيعه. لأن إمامنا مالك قيد منع بيع اللحم بالحيوان بلحم جنسي. وعليه هم الفقهاء يجيبون عن حد باع زائلة لحد جزار بحاله بالدين. هل يجوز أن يأخذ مقابل ثمنها لحما هو عايد ثمن الطعام لا يؤخذ مكانه طعام يقول مكانه لا عروض ثانية ولا شيء من ثمن الطعام إلى خل الطعام منعه إمامنا للاتهام. هاي الدابة هنا اللي بعناها لهذا الراجل اللي عدل اللي بيع اللحم هل يمكنه أن نأخذ مقابل ثمنها لحما ولا بدير لم تفصيل عات اللي الدابة قابل مسألة للتنمية قاعدة تنمى تاكسيبت قلت حد يأخذ مقابل ثمنها لحما ولا زرعا ولا طعاما قاعد يسوي شنو ولعادة عادة عودة ما قاعدة ما هي التنمية صالحة لها لا يمكن أن يأخذ مقابل ثمنها لحما لما فيه من أخذ اللحم عن ثمن الطعام وقلنا عن ثمن الطعام لا يؤخذ فيه الطعام يقال العلة العلة الفرق بينها زين بينها ما زالت قابله للتنميه والفرق الاخر اللي ما زالت قابله للتنميه. هي حاله كان حالته الحم. نعم. به اللي كان عاد كيف الحم وتو. اللي تنميه كان صالحه مساله الولاده وذاك الشيء. هي هذاك آلت الى لحم. اها. اللي عاد كيف الحم وتو. ولا يقدر ينباع ما هو العاد اللي مناجزه وتو ويعودوا اللي يعود طعام بالطعام يعني ضوابطه. نعم. نراه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. الشيخ حمد الله يقول من اشترى حيا لذبح بذهب نسيئة يجوز أن يأخذ حب إن كان يقتنع وإلا فمنعي لوامع عدولي فانظره تعي. إذا من البيوع الفاسدة بيع الحيوان باللحم. نعم. لا يتخطاوا ذيك. نعم. لأن شو هم اللي عن فم بيع خرفاز هو بيع السلعة بالنفقة على صاحبها حياته. عندي وتن بيعها لحد تم يفقه لي ما حد حي. ذبحته ما هو جايز بيلي بيلي فيه جهالة. ما حد حي كم عاطي حي. كم غير لو كان قال لي اعطيك 5000 مدة سنة فذاك جايز به لهذا معروف. نعم. كانه عاد عقد على عاد في غرر في غرر تو فيها جهالة بعض في جهالة اللي ما يعرف حد كم من الزمن اللي ينفق. لا بحاس انه قال له سنة فذاك جايز. لا بد من تحديد. ايه تحديد. قال له عمري. لا في جهالة. ذاك في جهالة وحرام. النص يقول وكبيعها بالنفقة عليه حياته مع انه ما هو جايز. يغضب من العقود ما هي جائزة لأن قالوا الملامسة والمنابذة. الثوب ساعته مطوي شراءه ما هو جائز. يسوى ملحفة يسوى دراعة لا بد حد ينشره حتى يطلع على حالته كان صباغته ونسيج حالته. يكون لعاد عليه برنامج كذا عاد اللي مبدوا عليه عنه مثلا البرنامج كراطين اللي فيهم عدد البضاعة اللي فيهم هذا يسمى برنامج وجائز عليه دون أن نكشفه محتوى. عن حالة الثوب يعني. نعم يعني دراعة ما عليها برنامج والله ملحفة لا بد حد ينشرها. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة هي شراء الثوب مطوي اللي ما عليه برنامج. يعني على حد ينشر الملحفة دراعة الهام إياك يشوف حالته حد يعود قدام حد يعود قد يبيعه يقلبوا حتى ما لي ايضا قال الملامسه معناها حد حد يلمسه ها ايوه المنابذه منابذه من النبذ
منين شو تشرك انا عاد كيف شعادته لازمه هو لا لحد يشوف الشارع يعود يطلع عليه ويشوف حالته لان الجهاله قلنا عنها ما هي مقبوله في البيع من البيوع ايضا اللي رمله وراء ظهوره انا ازرقه المنابذة كانها من لا توحد ازرق الحدث بشيء معين ايضا من البيوع الفاسده اللي قالوا بيع المصرات وتحد عنده 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 زايله لا يخليها في ذلك انا ما حلبت ياك مع الصباح يصبح ايش حد عنها فيها اللبن المصرات نعم في الصحيح لا تصر الغنم ولا الابل ولا ما حد يصررهم فمن ابتاعها حد شراها بعد ذلك فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر معناها ما الله قال ما الله حد يواسيها به اللي غش من غشنا فليس منا غنم عند الهواد يطير حد شراها راه هو عنده خيارين الى بايع يقبلها عنده هي معي ناقصه ما فيها اللبن لها ناقص ولا ابغى يردها هي وصاعا من تمر ولا صاعا من صاع من القوت صاع ذاك الصاع كان مقابل ذاك اللبن اللي فات كان حلب فات عمل نعم هنا تجي هذا 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 اللبن هذا الصاع قد يعد ما هو قيمه ذاك اللبن معناها ليس به له ولا هم اللي قيمته هذا لغز وين هو واحد لا يعوض شيء عن شيء ما ليس قيمه وليس مهلا يقول الشيخ والعاقل في داليته ودفعك شيئا غير مهل وقيمة جزاء لما أتلفت لابن أبي الورد هنا دفعت شيئا ليس هو المثير التام لذلك اللي عملت وليس قيمته يقدر ما هو قيمته اللي هو صاع من التمر مقابل البن في جهالة بعد في ايه في بعد ما هو مثله ما هو مثله وقد ما يعد ما هو قد قاعد الثمن والقيمة نعم يا غير توه النص قال نعم نردوه هو وصاع من تمر صاع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله صاع من تمر ايضا من البيوع الفاسده اللي قالوا صوم على صوم معناها ماده متقاربه في سلعه معينه حد يخلي بناتها راهم يلاوها ويجي حد يشتري عليهم لا يبيع بعضكم احدكم على بيع على بيع اخي ما الله حد يبيع على بيع اخوه لا حد يخليه حتى يموت ويوفى به اللي كم بين المتبايعين كالنائم دعوا الناس يرزق الله بعضهم في غفلاتهم انا اخلهم في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض نعم ولهذا حتى حضر بيع هذا هو فيها ربح يا الله يسكت لا يخلي عنه ذاك الربح ما يتكلم فيه يا غير عاد فيها غش كي بعد شيء مثلا خاص يلا يبين الشيخ يقول وحاضر لبائع وكتما عيبا لما باع عليه انحتما تبين العبيد لنصح المشتري وذا بنقله اللوامع الحري ما دام يعرف ان فيه غش يلا يبينه يا غير عاد عرف اللي عنه باحل وعليه اسكت عنه خليه عنه تو به اللي دعوا الناس في غفلات دعوا الناس في غفلات دعوا الناس في غفلات يرزق الله بعضهم من بعض معنى بعد ايش بحد حد يبيع لا سمحا ولا كامل يشتري سمحا يشتري سمحا وقضى قال اد انتع ما فصله واوضحا فاشري اشتري قد اقتضي عن مسامحه ايش بعده كامل عن مسامحه فاشري قضي اقتضي عن مسامحه فاشري اقتضي فاشري قضي اقتضي عن مسامحه رد فاشري اشتري قد اقتضي عن مسامحه هاي اربعه فاشري اشتري قد اقتضي عن مسامحة شاطر في ذا كامل بروج انتعي ما فصله وأوضحه فشري اشتري قد اقتضي عن مسامحة أيضا من البيوع الفاسدة ذي قال له تلاقي للركبان حد جاي بضاعة ما هجر السوق حد يحنيه لين يجيبها تلقى له يعني حد يحنيه حتى يجري السوق هذا في نوع من حماية المستهلك هي يجري السوق وتعود الناس مستاوية فيها تلاقي لها هي وملاها ما يتواسى ذاك التلقي عند الحدود مثلا مسافته كم عند الله يقول وجاء في حدي تلقي الركبان ميل وفرسخان ثم اليومان لا نخلوا حتى يجي للسوق السوق راه هو الى جاء يقد بعض الباع يقول البعض الثاني انا بعض المشتري يقول للثاني يقول له خلي بينه معي روته نشتري فيها من الغنم والله من البضاعه قال بعد لا البعض ما هم كاملين قال خليه وجاز سؤال البعض اللي يكف عن الزياده قد يقول بعضهم خلوا بيني مع البضاعة أيوة ولو قال يعود له يعطيهم فضل على ذاك السكات يعني بعضهم ما هم كاملين وجاء سؤال والبعض اللي يكف عن الزيادة أيضا من البيوع اللي ما هي جائزة اللي قال له بيع الحضري البادية حد يعود في الدشرة يجيه قريبه عنده شو الحيوان من البادية الحيوان هو يعود هو اللي مربيه كأنه خلاقه عنده ما يعرف ثمنه ما يلا يقول له ما يلا يبيعوا له
يعني خلي بينهم مع الناس فما تياه يربح منه يربح منه خلي بينهم تو دعوا الناس في عفلاته دعوا الناس في عفلاته يرزق الله بعضهم بعض يا غير بحال ما عنده يمشي قد يشتري له البضاعة من السوق يا غير بيع له حيوانه هو جايبه هو جايبه يدعود معه ما عنده أسعار به اللي هو يدعود يعمل نميه يخلي بينهم على ذاك اللي جايبه جالبه يخلي بينهم وجالبه اللي أسعار له يبيعه ما يالله تحد يبيعه ما يلا يقولوا هذا سعره راه ولا كذا ولا كذا لا خلي بينه مع الناس يا مرطوه ولا مرطوه ايضا فهم اللي قالوا الكالئ بالكالئ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ كلا في اللغه انها حفظه الشاعر يقول لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه الغزاو المقنع احدثه ان الحديث من القلى وتكلا عيني عينه حين يهجع معناها نحفظه حفظ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل معناها يحفظكم لا الحفظ يغير الكالي هو معناها المتأخر معناها عن ذاك اللي ما هو جائز اللي قالوا واحدة من ثلاثة بيع الدين بالدين فسخ الدين في الدين ابتداء الدين بالدين هذا كيف بس انه معناه بيع الدين بالدين حرام مثلا ما قد نقول لك الدين اللي شوركم أراني بايع العمر بدين. كذا دين دين الدين شروط كانها عندها ست شروط لا بد من توفرها لا بد وأن يباع بغير جنسه إذا عاد دين مثلا فضة بيعوها لا بضاعة لا شيء ما هو فضة عروض لا عروض إذا بيعه بغير جنسه وأن يباع بالنقد أنا هذا اللي باع به الدين يخلص حاله باع لك من الدين على فلان بنبدو حالا أعطيه لي والله والله المهم شي حالا جاهز وإلا كان فسخ ديني في ديني وذاك ما هو جاهز أيضا حضور المديان يعد حاضر لعل يعد ما هو حق وأن يقر بأن عليه الدين وحضور المدين سياني هو المديان مديان للي في للي للي فيه الدين مديان للي في للي للي فيه الدين للي فيه الدين ذاك هو المدين والله مدان مديان فيما تي مديان ومديان مديان ذاك اللي جاي إدار حيوان ذاك اللي جاي مديان حيوان حل ولا خلص يلا يجي إدار أيوة يقال مديون مدين ومدان معناها عندنا فيها بعض لغات معناها ذاك اللي ذاك اللي يسال الدين فيه الدين ذاك اللي فهمت الدين يعود حاضر لا بد وان يقر بان عليه الدين ان يقرب هذا عندهم اللي ما فهم عداوه بين الذي شاري الدين وذاك الوقت لكن لا ينزل عليه قال ما جارة في هذه الشروط شروط بيع الدين ستة ترى حضور مدياني وإقرار يرى وبيعه بغير جنس ونقد ثمنه ولا عداوة تريد وليس من شروطه الحلول أنا قد عد معه حال يغلب بعد الله ينباع حالا وتوف بعد الله بشي بعد مقدم حالا به اللي حد باعه بالدين كان فسخ ما في ذمتي في ذمة أخرى وذاك ما هو صالح ما هو جائز هذا هو اللي قالوا بيع الدين بذي الشروط ذا هي خال قصة فسخ الدين في الدين ملي ما هو جائز معناها الدين في حد ينفسخ حد يقول فضل اللي فيك حالة أعطيني بلها ناقة بعد سنة ولا بعد شهر معناها الدين حالا ما أخلص وإنما فسخ في معين آخر. يتأخر قبضه هذا هو جاي فاسد نعم فم ابتداء الدين بالدين أسلفني وأسلفك هذه أمور كاملة يجمعها الكالئ بالكالئ متأخر بمتأخر بمتأخر الكالئ بالكالئ معناها المتأخر بمتأخر فما أيضا بيع شيء قالوا بيع العربان يقول لك هاي الوتة تتبيعها مليون يقول لك هاك 100,000 من ثمنها وسوف يثب بها الشهر حتى يشوفها لي في حال تعد قابلها سوك من يتوه البقية يعطيك 900 ولا 8 قابلها مخلي عندك ذيك 200 ريال كي مخليها عندك ايش بلاك الوتة انا هذيك المية اللي يعطيتك لين خليها عندك والوتة نجيبها لك اذا بحال ما هو جايز من يعود صلي مضيها لا يتوه نكمل الباقي يتوه هذا قالوا بيع العربون ولا هو جائز بيع العربوني معناها إن كره المبيع لم يعود إليه شيء أنا أعطي حالا ثمن من هذا من ثمن المبيع كأني مقدم يغلب حالة نعت ماني شاري ماني قابل فضل هذا عربون حق بقى هذا ما هو جائز هذا قالوا عربون
يغلب بعد والله ما هو حرب من معطاها يغلب بعد زيز بحيث نعتام كما عليه عداك زيز هو حرام لا حد هام يخليه خليه كيفاش كيف مثلا هذا مثل مخليها عندك انت ساعة ما نقابلها منك الا هنا خلي هذه اجلي والله لي الا اعطيها لك تو والوتر دور شيكم لي انا شايف عندك وتر مثلا مليون قلت لك ماشي بالوتر وهاك متر فوقية ساعتي بحالتي ماضي الوتر اعطيك لا 900 به لي هذه 100 من ثمن الوتر وذاك جاي هذا شيء اذا غير بحالتي اني عثمان شاريها مخلي عندك ال 100 والوتر جايبها له بحالته هذه ما هو جايز ايوه هو العربون ما هو جايز العربون ما هو جايز ايوه ايضا من ذاك اللي ما هو جايز بيع النجشي يزيد لي غره انا قالوا النجش النجش حد عنده حد تور في البوتيك المؤسسه كل ما يجي حد يقول هذا بعد انا عاطي فيه كذا ما يزيد به يزيد تو يزيد لي غره يقول هو نبيعها بكذا يقول هو بعد انا عاطي فيها كذا ما يحق الا تو وياك غش ذاك اللي انا نجشو انا نجشو يزيد لي غرة يزيد لي غرة ما هو شبه لي ما عنده قال فضة من ذاك المولد اللي ما هو جايز اللي قال له بيعه ثاني في بيعه نقول لك هاي الوتر ابيعكها مليون نقدا ولا مليون و200 دين وعد هذا كانه بالزام مثلا ما انت ما حددت لي انت قابض بيهم هذا من فيها جهاله الا اقول لك قابضها بمليون وهاكو والله الثاني وراه توه دين كذا باع ثاني في بيعتين واحد بيقول لنا انا هم ما وضح انت قابضها باش انت ما قلت لي قابضها بذاك النقد ولا قابضها بذاك الدين هذه نماذج من البيوع الفاسده اللي واضح فيها عنها فاسده منهي عنها ثم اقسام البيوع الصل اللي ما توفى نشوف معاه من احكام البيع خليل قال وجاز بيع عمودي عليه بناء للبائع ان انتفت الاضاعه ومن كسره نقضه البائع. كيفاش؟ معناها قد حد يعود عنده دار فيها شنو مدريه يقد يقولوا عنه الله يبيع هالو بالشراط عن العود ولا يقلعها من السقف. قد ما فهم فساد ما فيها فساد المبنى ونقضه البائع هو اللي يقلع هالي. انا عنده توفى لا يسلم هالي هو اللي يقلعها من فمه ويعطيها لي هذا جائز اتفق معه عليه. جاز بيع بناء معناها عمود عليه بناء للبائع ان انتفت اضاعته. بعد ما لا تخسر. لا تخسر الضاع. وأمين كسره ونقضه البائع. وهوائن فوق هوائن. جايز من اللي بيع هواء فوق هواء والله هواء فوق بناء ان وصف البناءان الاسفل والاعلى. ايضا هم اللي جايز البيع من على الصواني معناها شمل الحبوب كان عليها غطاء. قلت هذه فيها شيء عليه غطاء قالوا صوان قلت حد يشتريها ما افتح عن ذاك الحب اللي في ذاك الصوان قلت حد يشتري الصوان في الحب اللي فيه ومن البرنامج معناها على البرنامج من حد يشتري البرنامج ومن الاعماء هذا كله جايز ايضا فمات مولد اللي قال له بيع الجزاف معناها بيع شيء دون ان يكال ما هو مكجل وله موزون وله معدود وله معدود بشرط ان يكون صودف مجزفا جبرناه مجزف ما قد نقول جزف لي هذا وانا اشتريه منك اللازقايب كان مصبه ربما مثلا من التمر والله من الازرع والله من الازرع هذا الجزاف يجوز بيعه لعد ما هو ثياب وله حيوان وله وتات وله ديار به لشيء كامل لا بيعه حب او لا حب ولا تمر والله تمر والله شيء كانته افراد متشابهه مشي مختلفه افراده ما واثمانها مختلفه لا يكون جزاء ما يصح فيه جزاء هي اللي كل واحده منه عندها قيمتها ورغباتها خاصه بها غير شيء ثاني متقادي قد حد يبيعه جزاء دون ان يكال او يعد او يوزن بعد احنا ملي فهم شروط منها عنا ما نعرف احنا لا انت بيع انا الشاري ما نعرف انه وكم وجهله وقول فيه خليل يقول في النص يقول وجزافي راه يجيمها مثلث جزاف 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 يعيد معربه الكلمه ما هي عربيه وجزافي الريع انا احنا شفناه بعين ولم يكثر معناها عود ما كان حرز بهش كثير كان ما يقدر حرز لا بد عود قاعد حد يحرزه ولم وجهلاه اللي هو البائع اللي باعه والمشتري جاهل والمشتري ما اللي جاهله وحزر
انا لا يشوفون، احنا من اهل الحرس لا يشوفون. حذر معناها قدر، قدر تقديره. واستوت ارضه، ترابه هو العاد المرتفع، ذاك عاد غش المشتري به اللي فيه حشره وليس مرتفع، واللي عاد منخفض هو اللي عاد غش البائع به اللي شم التمر وعاد يلطح. لابد ان تكون الارض مستويه. مستويه. ولم يعد بلا مشقة ثالثة، ولم تقصد افراده، لعادة افراده كان متفاوتة. ذاك بيع جزافا ما يصح، كي الثياب نعم ما صح بيعها جزاف، هي اللي كل ثوب عنده خياط وعنده خياط وعنده مواصفات وعنده مواصفات ورغبات وعنده قيمته خاصة به. الجزاف يصح فيها لا شيء الشعب كامل احاد متحدة. الحب والتمر و... ايه ما الزراعة و... ما مختلفة افراده. هذا يسمى بيع جزاف وجايز. فما تياه اللي قالوا بيع الخيار، بيع الخيار حد يعود اشترى مثلا بضاعة، هاي البضاعة اللي شرى عنده خيارين، عنده خيار نقيصة وخيار تروي. خيار نقيصة معناها الوقت اللي عاد فما استحقاق البضاعة اللي شاري من عندي راهي عاد مسوخة به اللي حد يستحقها، يعطيك تو الثمن به اللي هي استحقت، هذا يسمى خيار نقيصة. والله ما اللي عاد هي فيها عيب. الخيار النقيصة هو الرجوع بالثمن عند ظهور العيب أو الاستحقاق. الوقت العاتية معيبة ولا مستحقة؟ مستحقة معناها لرجع ثاني. معناها شي حد مستحقها. ما هو ماهيل. وأثبت استحقاقها. معناها البايع هالك ماهيل وكانت. قالوا نقيصة. خيار نقيصة. فالخيار التروي، فأنت هذه مثلا وتشاريها لا يتعرضها على خبير الفتاة يقول لك كانها مناسبة ولا بدأ. وذاك كان هو بيع وقف بته على امضاء يتوقع من مشتري او بائع، معناها بيع حالا بيع خيار وقف بته على امضاء يتوقع، امضاء لا يتوقع يسوى صم المشتري ويسوى من البائع، وهذا يجوز، هذا جائز، هذا جائز. هذا الخيار عنده ضوابط تبينه في شيء يصير الى 36 نهار في العقارات تراب وديار وذاك شهر 6 ايام. 6 ايام الناس يقول إنما الخيار بشرط كشهر في دار ولا تسكن، معناها الدار قد تعدل خيارها مدة شهر زايد تطلع على حالات الناموس كانوا فيها، شنو هي حامية ما هي حامية، شو ماسي حتى تسكنها شوي لين تشوف حالتها، غير السكن لياسر ولا تسكن، لا تقد تشوف حالتها وتشوف ياك ما فيها عيوب هذا في العقارات قلنا عنه يصير لذلك. فما الشي عود أيام وثلاثة غير ما عدنا خيار المجلس في البيع. لكن ليس مذهبنا احنا ولا ابو حنيفه ما هو مذهبنا، معنى الحديث الصحيح ما لم يتفرق بيعان خياري ما لم يتفرق. الامام مالك الحديث يعرفه، الحديث فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فان كذبا وكتما فإن صدقا وبينا، فإن صدقا وبينا ولك يبيعين، وإن كتما كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحان محقت بركة، فعسى أن يربح ربحان وإن محقت بركة بعينه. الحديث نصه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بولك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحان وإن محقت بركة بعينه. اللي من الفائدة ممحقته لسبعة منفقته من الكسب. معناها اليمين الكاذبه يتحدى يربح بها شويه، غير بعد عقب لا عقب ذاك اللي متحبه اللي الحرام ينفقه يروج ثم يمحقه ثم يحرق. نعم. ولهذا لا خلافه، ما على حد يحلف على شيء ما هو حق البضاعه. هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا معناها يتفرقا بالاقوال. بالاقوال وليس بالابدان. ليس بالابدان. ولهذا احنا عندنا في الانكحه خيار المجلس عندنا في النكاح. نعم. قد نقولوا عن الزوجين محدنا العقاد المجمعة كل حد منهم قد يفسخ العقد. غير البيع ما هي عندنا. ولا هي عند أبو حنيفة. البيع اللي هو بيع الخيار، معناها عنه منحل من جهة. ومنعقد من جهة أخرى. نعم. ولا خلق التنازع كان البيع كان خيار والله بت. يصدق مدعي البيت اللي هو الأعلم فيه. كما أنه إذا وقع اللي خلاف كان البيع صاحة ولا فاسدة تغلب الصحة فيما شأنه أن يصحها، العقود عايدة فيه إيش الأعلم فيه الفساد. كيف الصرف والمغارسة، هذه عقود
الغالب فيها الفساد. الصرف والسلم والممارسة فسادها يغلب في الممارسة. معناها عن مدعي الفساد فيها مصدق. كل خاطئها يصدق مدعي الصحة. قال النص قال وفي البت مدعيه كمدعي الصحة. أيضا من البيوع اللي معروفة اللي يسمى بيوع الآجال. حد يباع حق مثلا وتر مليون دين لا يباح له أن يشتريها منه بس من 100 واقفة به اللي آل أمره هي الوتولات. آل أمره إلى إلى أنه دفع 800 ليأخذ مليون بعد الأجل. وهذا ما هو جايز لأن السلعة اللي خارجة ولات ملغية الوتولات. وتبعتها لي بمليون وأنت شريتها بس من 100. سلعة خارجة من يد العادة فيها ملغاة. فآل مرهون عن عن عاد هذا بين 800 ومليون. ومليون. وهذا ما هو جايز. هذا بيع الأجل ممنوع من باب سد ذريعة لي مما بنى عليه مالك مذهبه. ذريعة الوسيلة. ذريعة عندها تقسيم. وسيلة معتبرة إجماعا. كيف نقولوا عنها مثلا هذا الصنم يحرم أن نسبه لأنه إن صب أمام من يعبده قد يسبه هو الله جل وعلا. هذا هو حرام وسيلة به اللي هو سب جائز. يغلب به اللي مآله أن يؤدي إلى سب الله ما هذا جائز. عاد كأنه محرم سدا ذريعته. القسم الثاني قسم ما اللي ما هو معتبر كيف لنا زراعة العنب جائزة اتفاقا عنه صنع من الخمر. يعني ما اللي قديم اللي يتكلم اللي فاكهة وقدوا عدم هون الشريعة هون تغاضت عن حرمة غرسه وقالت عن طول غرس زرعته ما مع انه هو قد يعود خمر بعد صار من الخمر. يقول شخص يا عبد الله ونرت دلي دواي العنبي بكل مشقيم وكل مغربي به الشريعة هون بجح زرعه يسوى عاد يسوى الخمر به الملي وعملوا شيء ثاني ما هو الخمر. وثم ذريعة أخرى مختلف فيها هي الحديث مع الأجنبية بدون شهوة نار إلى وجهها بيع الأجل. هذه مالك أباح الحديث مع الأجنبية بغير شهوة ونار إلى وجهها يغير بشهوة منعها والشافعي منعها بدون شهوة وعليه اتفقا مالك والشافعي اتفقا على من الحديث مع الأجنبية ونار إلى وجهها بشهوة ودون شهوة أباحها مالكه أباحهما مالك من لويت خلاصها وجهها بالأخص وكلام معه ومنعها الشافعي. بيع الأجهال جائزة الحد هو جائزة الحد علم في نفسه سلامته. قال بعضهم بيع الأجهال جوازها علم لمن سلامة من النفس علم. وقل فيها خليل منيع للتهمة ما كثر قصده. قال عاقب ذاك فمن باع لأجله ثم اشتراه منين باع لأجله ثم اشتراه بضاعة اشتراها بيجي ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا أو إلى جلي أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل أو بعضه. هذا هو شوي متعقد غير بعد مالي زين حات عن عادة ثمان متفقة قضية جائزة إذا اتفق الثمنان العملية جائزة يسوى الأجال مختلفة. وفي حالة اتفاق الأجلين العملية مالي جائزة يسوى ثمان مالي مختلفة. وفي حالة اختلاف الأجال والأثمان انظر إلى الذي السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر ما دفعت من عاوة إلا جائزة. هذا الضابط كان مجامل ذكر زين حتى شيخ أدركنا الوقت. ما زال باقي من الأقسام بعد. إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نواصل إن شاء الله مع هذه البيوع وربما في حلقات أخرى لأنه متسع بقي منه متسع كبير كما قلتم. شكرا جزيلا لكم على هذه الأحكام وهذه الإفادات حتى نلتقي وإياكم أيها المشاهدون في حلقة أخرى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.